جلسة الاستماع اللي عقدت أمس في مجلس الشيوخ الأمريكي لرؤساء جوجل وفيسبوك وتويتر، على الأغلب رح يفهم على طول سؤالنا لما نقول هدول تلاميذ ولا مدراء لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم. الجلسة تم استجواب فيها مؤسس ورئيس فيسبوك مارك زكربرغ ونظيره في تويتر جاك دورسي ورئيس جوجل سندار بيتشاي، والمفروض أنه الجلسة كانت جلسة استماع حول تغيير القوانين اللي بتنظم عمل هذه الشركات من بعد الاتهامات المتكررة لهم بالتحكم في المحتوى على منصاتهم المختلفة. الجلسة اللي استمرت 4 ساعات تقريباً نقدر نقول فعلياً إنه ما تطرقت للقوانين نفسها أو المادة 230 من قانون آداب الاتصالات اللي ترامب بينادي بإلغائها واللي بتحمي الشركات من تحمل مسؤولية ما ينشر على منصاتها إلا بشكل بسيط. الجلسة ما تطرقت لهذا الموضوع إلا قليلاً. الجلسة كانت أقرب لجلسة هجوم نزل فيها السيناترز وخصوصاً الجمهوريين، نزلوا في المدراء الثلاثة متهمينهم بالانحياز لبايدن ومحاولة التدخل في الانتخابات. عضو مجلس الشيوخ السناتر الجمهوري تيد كروز تحديداً كان ملك هذا الهجوم، وأكثر واحد كان سالن سيفه وقائد هذه الحرب، وتحديداً من بداية مداخلته. The three witnesses we have before this committee today collectively pose, I believe, the single greatest threat to free speech in America and the greatest threat we have to free and fair elections. صحيح تيد كروز طاح في رؤساء الشركات الثلاثة، لكن اللي تصدر في منصات التواصل والأخبار هو تكملة هذه المداخلة واللي استهدف فيها تحديداً تويتر بخصوص حظرها لمقال صحيفة نيويورك بوست الشهير المتعلق بفساد جو بايدن وابنه. مداخلة كروز كانت أقرب لملاسنة بينه وبين رئيس تويتر جاك دورسي. The three players before us, I think Twitter's conduct has by far been the most egregious. So you're testifying to this committee right now that Twitter, when it silences people, when it censors people, when it blocks political speech, that has no impact on elections? People have choice of other communication channels with which... Not if they don't hear information. If you don't think you have the power to influence elections, why do you block anything? You're still blocking their posts. You're still blocking their posts. Right now, today, you're blocking their posts. We're not blocking the posts. Anyone can tweet. Can the New York Post post on their Twitter account? If they go into their account. No, is your answer to that. No, unless they reflect and agree with your dictates. Let me ask you something. Censor the New York Post, you can censor Politico, presumably you can censor the New York Times or any other media outlet. Mr. Dorsey, who the hell elected you and put you in charge of what the media are allowed to report and what the American people are allowed to hear? And why do you persist in behaving as a Democratic super PAC, silencing views to the contrary of your political beliefs? ترامب من جانبه بالتزامن مع هذه الجلسة غرق حسابه على تويتر بفيضان من التغريدات اللي كلها بتهاجم مواقع التواصل وتحديدا تويتر، واتهمهم فيها بالانحياز ومحاولة التغطية على قضايا فساد بايدن. وفي تغريدة معينة من تغريدات ترامب قال فيها كمان أنه أمريكا ما عاد فيها حرية صحافة وأنه الإعلام كله إما مزيف أو بيغطي على القصص اللي ما بتعجبه، وأنه شركات التكنولوجيا الكبرى صايرة أسوأ من وسائل الإعلام. جلسة الاستماع هذه في مجلس الشيوخ كانت عنوان بارز أمريكياً وعالمياً من أمس، وكثير ناس بداية انتقدت الهجوم على الثلاثي دورسي وزكربرغ وبيتشاي بهذه الطريقة ومعاملتهم كأنهم متهمين، خصوصاً وأن الجلسة كلها بحسب نظر كثيرين ما لها داعي في هذا التوقيت، خصوصاً وأنه أكيد ما حيطلع منها شيء قبل أقل من أسبوع من الانتخابات، فيما آخرين جزموا أن محاولة من الجمهوريين في المجلس للدفاع عن ترامب في وجه منصات متهمة بالانحياز لجانب خصمه. ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب الدكتور بندر الدوشي الباحث في العلاقات الدولية، أهلا فيك معنا. يعني خلينا نقول إنها كانت جلسة صراحة صعبة ومن أصعب الجلسات على شخصيات متعودة على الهجوم والمساءلة وهذا الكلام، بس هذه المرة كان شديد الموضوع، في أي تفسير لهذا الأمر وهل هو طبيعي؟
أهلا وسهلا. في الحقيقة هو تفسير لا يمكن لفسر هذه الجلسة إلا أن في إطار الضغوط، في إطار الحرب بين الجانبين، الحزب الجمهوري والديمقراطي، حول البرنامج الانتخابات، الجمهوريون يدركون أن شركات التواصل قد تكلفهم خسارة الرئاسة الأمريكية وقد تكلفهم خسارة مجلس الشيوخ، وبالتالي هناك غضب في الجهات المحافظة بأنهم يجب على المحافظين ويجب على الحزب الجمهوري التحرك لمحاسبة شركات التواصل لمنعها أو لمساندتها المرشح الحزب الديمقراطي. بالتالي أنا أعتقد أن الآن هناك إدراك، هناك مخاوف حقيقية وجدية من الرئيس الأمريكي ترامب، من الحزب الجمهوري، من المحافظين، من أن التدخل الذي حصل قبل أسبوع وما زال مستمر حقيقة في تويتر قد يكلفهم الانتخابات الأمريكية، لأنه ما بات من الواضح أن تويتر وفيسبوك وجوجل انحازت إلى الحزب الديمقراطي وأصبحت أدوات داعمة لهذا الحزب وأدوات داعمة لمرشحين الديمقراطيين. حتى جوجل نفسه لم يسلم من الانتقادات عندما تتحدث، دائما يظهر التقارير التي تسيء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويخفي الصحف اليمينية في مواقع البحث، وبالتالي الموضوع أصبح معقد وخسر صراحة. رئيس جوجل أصلا حتى في هذه الجلسة عندما سئل قال أنه أغلب الموظفين بيميلوا فعلا لليسار سياسيا. نعم. يعني أعلن يعني كان معلن أنه عاجز عن إدارة هذه الخوارزم وكيف تظهر القوائم السيئة والمقالات السيئة التي تنتقد ترامب وتتجاهل القوائم السيئة التي تنتقد بايدن. وبالتالي أنا أعتقد أن لهم دور كبير إذا في حال خسر الرئيس الأمريكي ترامب والجمهوريون، أعتقد أن وسائل التواصل لها دور كبير في دعم هذه الخسارة، وأعتقد أن الجمهوريون يدركون هذا الموقف الخطير. ورودي جولياني حذر وقال أنه في حال انتصر ترامب سوف يقوم بتمزيق هذه الشركات التكنولوجية الكبرى. أيوة هذا هو الشيء، يعني إذا ممكن تشرح لنا، يعني بالعادة كانوا أول الديمقراطيين هم اللي جالسين يقولوا إنه هذه الشركات التكنولوجيا زي جوجل وكذا والكلام ده كله كبروا زيادة عن اللزوم، لازم نحن نسوي شيء ونسيطر عليهم وما إلى ذلك. الآن الجمهوريين هم اللي بيقولوا هذا الكلام والديمقراطيين صار بيدافعوا عنهم، يعني انقلبت الآية. يعني هذا بس علشانهم وقفوا معاهم في هذه الانتخابات بحسب رأيك؟ يعني نعم، في الأمور السياسية وفي التلاعب السياسي في أمريكا هذه الأمور أشياء طبيعية. يعني الحزب الجمهوري كان يتغاضى عن المؤسسات الكبرى وكان يعتبر أنها مؤسسات كبيرة وتدعم الاقتصاد الأمريكي وتوظف الآلاف. الآن هناك انقلاب شامل وكامل وقوي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. هناك بعض الجمهوريين مثل السيناتور جورج هولي قال أن شركات التواصل والتكنولوجيا الكبرى هي الهدف رئيسي لهذا الشخص، حتى أنه توعد بأنه سيقوم بتمزيقها. الحزب الديمقراطي قال، هناك أعضاء الحزب الديمقراطي وقفوا، يعني وجهوا أسئلة ضد شركات التواصل، ضد رؤساء شركات التواصل، لكنهم انتقدوا الحزب الجمهوري وقالوا أن هذه الجلسات هي بمثابة غضب وإظهار التعاطف مع مرشح الرئاسة، وإظهار أن الجمهوريون يريدون من شركات التواصل التواطؤ مع الأخبار الملفقة والمسيئة للمرشح الديمقراطي، وبالتالي هم يشجعون شركات التواصل على حظر أو أي إساءة أو للمرشح الديمقراطي أو للانتخابات، كما يرون أن هناك عمليات تضليل ويجب أن تكون شركات التواصل الاجتماعي حذرة. الجمهوريون حقيقة انقلبوا، وأعتقد أنه شركات التواصل الاجتماعي اليوم في نفق مظلم، وخصوصا بعد الانتخابات تتضح أمور كثيرة. طيب بس افتراضا، يعني رجعت احنا الآن فاز ترامب، خلاص هذه الجلسة كانت أقرب يعني أنه بس لإظهار للناس بس أنه هدول الناس متحيزين، ما حيصير في هدف بعد كده. هل هذا القانون اللي عليه الجدل اللي هو قانون 230 هل حيصير عليه جدل، أو المادة 230 حتستمر يعني؟ نعم، في حال انتصر ترامب و حافظ الجمهوريون على أغلبية، أعتقد أن شركات التواصل سوف تكون في موقف متأزم، وأعتقد أن القانون 230 سوف ينتهي. هناك دعم ديمقراطي، يعني الديمقراطيين والجمهوريون بشكل خاص اليساريون يدعمون تفكيك وسائل التواصل الاجتماعي بقوة، ويدعمون إنهاء الاحتكار، ويدعمون إنشاء شركات تواصل اجتماعية متعددة، ويدعمون حرية الرأي. وبالتالي أعتقد أن في حال انتصار الرئيس الأمريكي ترامب وحافظ الجمهور على أغلبية، أعتقد أنه من السهولة إزالة هذا القسم 230، وسوف تتاح شركات التواصل لتصبح كصحف يتم محاسبتها ويتم مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية الفيدرالية الصغرى والكبرى. طيب في كل الأحوال سواء ترامب فاز أو ترامب ما فاز، يعني هو حيبهدلهم على منصاتهم هذه. نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من واشنطن عبر سكايب الدكتور بندر الدوشي الباحث في العلاقات الدولية، شكرا لك.